السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله دائما أنا معكم مع الجديد. اليوم جبت لكم واحد الوصفة، هي رمضانية مي هي سهلة وسهلة بزاف وسهلة حتى في التحضير. دغيا كتوجد لأن حاجتنا بها بلاباط فيوتي، هي هذه لاباط فيوتي. كتاخديها كتباع في لي كروند سيرفاس لي سوبر مارشي، كتاخديها دونك كتخليها شي شويه، كتكون شي شويه هي قابطه في روحها. دونك كتايطاليها بالمدلك وتقطعيها، تقطعها بحال هكا سميطات. انت كتقطعها هكا بسميطات، وانا غادي نديرها بلي سوسيس. هادو لي سوسيس دو بولي. دونك غادي ندير هاد لاباط فيوتي اللي غتكون سميطات بحال هكا، وغادي نديرها بلي سوسيس. وكيفاش شنو غادي ندير؟ دونك غادي نحط هذا هكا ونبقى غاديه وكندور بحال اللي كنلوي على داك السوسيس، كنلويه على هاد العجينه، هاد السميطه كنلويها على لو سوسيس. دونك كتبان لكم بحال هكا، ولكن ملي كطيب راه كتكون هائله، كتكون فيوتي ومقرمشه. دونك بحال هكا كيتغطى كومبليتمون داك لو سوسيس، كيتغطى وكتحطيها بحال الهلاليه بحال ما هكا. دونك نبدا بوحده ثانيه اخرى. دونك انا غنعاود نوريكم ونقرب لكم. كتاخذوا لو سوسيس تحطيه هنا بحال هكا، وكتبقاي غاديه وتقبطيها الثاني وتبقاي غاديه وانت كدوري دوائر هذا بحال هكا، كتغطي على داك لو سوسيس ما كيبقاش باين بحال ما هكا. دونك فوالا بيسكو هذا جاني شويه معري، كنعاود نغطيه بحد شويه. دونك ها هو، وكتحطيها بحال هكا على شكل هلال. ناخذ اون اوتر، ها هو السوسيس، كنبقى غدا وكنلوي وكندور غدا وكندور كندور كندور هكا. سهله سهله وسهله بزاف، وما كتحتاج حتى الوقت انك تبقي واقفه عليها بزاف في الكوزينه. يعني لاباط فيوتي كتاخذوها مصوبه، كاينين اللي كيصوبوها ما هي كتقبض شويه ديال اليد، اللي كيصوبوها في المنزل كتشد شويه اليد. دونك انا كنشريها كنفضل انني كنشريها. فوالا واللي كنشري كتكون هزه الزبده، دونك كتجي زوينه، كتجي بنينه وكتجي مقرمشه. دونك شريها بلا عذاب. فوالا كاين لي باتيسري اللي كيبيعوها في لي كروند سيرفاس، كاينه مارجان، كاينه كاينين لي باتيسري اللي حتى هما كيبيعوها. دونك انا هكا فوالا هيا ناخذ اخرى. كتشوف بان كاينين دي تخوك اللي هما في الكوزينه ساهلين، يسوفي غير بشويه ديال الذكاء
الانسان كيتوصل انه كيصاوبهم في المنزل ديالو. كاينه هذه كتباع في لي باتيسري، ديرينا بلا دانت فومي، ديرينا بالهوت دوغ. دونك فضلت انني انا عندي لي سوسيس دو بولي، دونك كان احسن انني صوبها. صوبها في الدار. دونك كنعمل هكا، اذا شنو الحاجه ديالنا عاوتاني لي هو صفار ديال البيضه، صفار بيضه. دونك كندير لو جو لو جوندان نوف لي شويته اللي بها كان دونك نقبت لو جون دوف وكان ايطاليه ما بحال ما هكا فوق منهم باش كيعطي بلوس دو كولوراسيون. وحاجه اخرى انني غادي ندير فوق منهم شويه ديال السانوج دونك باش يلصق ليا، باش داك السانوج يلصق ليا. كياخذ بيسكو مثلا الا كانت الدار مثلا فيها بلوس دو بيرسون راه غير ربعه ديال لا بات فيوتي كتخرج. انا كنت شريت 250 غرام ديال لا بات فيوتي، استعملتها في لي سوشون وبقى لي منها. انا استعملته دابا في هادو، سي فري كو جاني جاوني 8 ولكن الله يجعل البركه. بيسكو يوم رمضاني ان شاء الله ما كيكونش عندك غير كيكونوا الشهيوات بزاف، كل حاجه كديري منها شويه شويه شويه. دونك انا دابا غادي ندير السانوج. راهم كيعطيو واحد المنظر هائل، السانوج مع الدفان يدار في لي باتيسيغ، راه كيديرو حتى في الخبز كيتباع بالثمن. كتلقاي داك لي باريزيان لي فيها واحد شويش ديال السانوج، كتلقايها ديري لها واحد الثمن اللي هو خيالي. دونك ها هي لا توش فينال. دونك كنتمنى انكم تجربوهم ونخمني يطيبوا، غادي نوريكم كيفاش خرجوا ليا. ها هما من بعد ملي طابوا هانتوما البنات كي كيجيو راهم كيجيو غزالين. لاباط من الداخل راها مرقه كروستيونت، تاكلوهم بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوهم، كنتمنى انهم يرقوكم، راه فريمون اي سون ديليسيو بالصحه والراحه.
وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة ديال الطبخ إن شاء الله، وطبخة تكون إن شاء الله جميلة. وإلى اللقاء، إلا عجبتكم الطريقة وعجبتكم الفكرة، ما تنسوش أنكم تديروا لي لايك، واللي ماشي مابوني معايا يدير لي أبوني باش دائما نتوصل بالجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء، رمضان مبارك سعيد على كل المسلمين، بالصحة والعافية.